شارك في تظاهرات 25 من أيار يوم غد. ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا من ذي قار الزميل علي الهادي. بداية مرحبا بك علي، ماذا بشأن المشاركة في تظاهرات يوم غد في العاصمة بغداد؟ هل من تفاصيل أخرى؟ تفضل لك الكلمة. مساء الخير عليك قصي وعلى هنا وعلى جميع المشاهدين الكرام. حقيقة بدأت شرارة تشرين تظهر مرة أخرى وبعد الاجتماعات التي حدثت من قبل ساحات التظاهر في محافظات الوسط والجنوب بالإضافة إلى العاصمة بغداد، نتج قرار بتحديد يوم 25 من أيار الحالي اللي يصادف يوم غد بخروج أغلب المحافظات التي حضرت الاجتماع إلى تفويج أعداد كبيرة من المتظاهرين الذهاب إلى ساحة التحرير إلى بغداد، وبعد ذلك ممكن أن يذهبوا إلى المنطقة الخضراء إلى أسوارها. هنا في هذه المرة كان قرارين في هذه الاجتماعات وفي هذه التظاهرات. القرار الأول أما تلبية المطالب بشكل سريع جدا دون تسويف أو مماطلة وفي فترة زمنية وجيزة جدا. القرار الآخر وهو إسقاط الحكومة دون السماع إلى الوعود الكاذبة. هذه يعني القرارات التي صدرت جاءت بعد مماطلات كبيرة مرت أكثر من سنة على حكومة الكاظمي دون تحقيق المطالب المتظاهرين. أبرز المطالب اللي طالبوا بها المتظاهرين حسب كلامهم ما تحقق منها أي شرط حسب كلام المتظاهرين. طيب. أولا اختيار الناشطين، قضية الإفراج عن المعتقلين، والقضية الأخرى محاسبة قتلتهم. هذا أكثر الأمور الذي يعني دعا إلى وجه دعوات شعبية من قبل المضطهدين لخروج بتظاهرات. هذه التظاهرات في هذه المرة حسب يعني تواصلنا مع المتظاهرين لمعرفة آخر الأحداث قالوا لنا وأكدوا لنا بأن هنالك دراسة جيدة في هذه التظاهرات، تظاهرات من أجل أخذ المطالب وأخذ الحقوق من الحكومة التي جاءت بتنصيب المتظاهرين لكن لم تفي بعهودها مع المتظاهرين، وهذا يعتبر خلل كبير في الاتفاق الذي حصل. الحكومة طيب جاءت بأمر من الشعب ولم تلبي مطالب الشعب، فلذلك يجب أن تسقط هذه الحكومة. هذا كلام المتظاهرين. طيب طيب كيف استقبلت علي لو سمحت لي كيف استقبلت الحكومة؟ نعم علي تسمعني علي. مع سيارات شخصية تتجه إلى ساحة التحرير إلى العاصمة بغداد. جميل. تنطلق الساعة الثالثة صباحا. نعم. نعم علي، كيف استقبلت الحكومة المحلية في ذي قار خروج أبنائها إلى العاصمة بغداد؟ هل أمنت الطرق؟ هل ستتشارك القوات الأمنية في حماية المتظاهرين؟ الحكومة المحلية كما تعرفون في ذي قار في الأيام الماضية والأشهر الماضية حدثت تغييرات كبيرة، فبالتالي حسب قول المتظاهرين بأن محافظ ذي قار هو جاء من خلال ساحات التظاهر. نعم. وبتنصيب من ويعني موافقة ساحات التظاهر، لذلك الحكومة المحلية هي مع المتظاهرين قلبا وقالبا حسب ما وصلنا. نعم. لكن القضية تأمين الطرق للمتظاهرين هذا هو أصلا واجب القوات الأمنية في تأمين الطرق وحماية المواطنين. اليوم المتظاهرين هم من أبناء الشعب، لذلك واجب القوات الأمنية التنسيق وحماية المتظاهرين لغاية إيصالهم إلى بغداد أو خروجهم مدينة الناصرة وتنسيق مع المحافظات. إن شاء الله تكون التأمينات جيدة لحماية المتظاهرين في الناصرية وفي بقية المحافظات. طيب من خلال تواجدك علي، هل ستقتصر المشاركة في العاصمة بغداد أم ستكون هناك تظاهرات أيضا فرعية داخل محافظة ذي قار؟ المتظاهرين في ساحة الحبوبي انقسموا إلى قسمين. القسم الأول سيتجه يوم غد الساعة 3:30 صباحا أو 3:00 صباحا، يتجه ب15 باص إلى بغداد مع سيارات شخصية. والقسم الآخر ستكون هنالك تظاهرات في ساحة الحبوبي. أيضا هنالك موضوع سمعناه من بعض المتظاهرين بأنه كان هنالك تنسيق مع شباب المحافظات الغربية للمشاركة مع أخوتهم الشباب من محافظات الوسط والجنوب ليوم غد 25 من أيار في ساحة التحرير يعني مؤازرة الشباب في المطالب الحقة التي خرجوا من أجل تنفيذها من قبل الحكومة، وإلا سيتم إسقاط الحكومة حسب قول المتظاهرين في حال عدم تنفيذ المطالب. حدثنا من ذي قار عبر الهاتف الزميل علي الهادي من هناك، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.